دام تنوم سين لجل الوطن متجندين حافظ عليهم شامخين غنى لهم صافي الوجن صبيان يا كبار الشيم من دون شك وارتياب شبابنا نعم الشباب يحلى لهم درب الصعاب وعزومهم يتقاد حن صبيان يا كبار الشيب. العازي فن قديم في دولة الإمارات ومتوارثينا وعدنا لا أصول اعتمد على الشاعر اللي يكتب القصيد العازي ويعتمد على اللي يؤدي فهو فن شعري يؤديه شاعر أو مؤدي العازي بس يكون صلابة يكون ما يكون نفس الغناء أو نفس الفنون الثانية الشلة ولا لا يكون صوت خشن صوت قوي اي واب الله يواب باسمك لوعي ابتديت يا من على العرش استويت انت الكريم اذا اعطيت يا من بفضلك طامعين صبيان يا كبار الشيم العاز والاعتزاز وانت فاخر والمعنى الثاني هو من العزواه او طلب المساعده ايوه الله يواب يا حي راعي المكرمات راعي المعاني الطيبه زايد بنهديه السلام والتهنئه قبل الختام يقوم في شخص لكن في مساله جماعيه مو بالشخص الواحد هو الذي يقوم فيه بس بالعكس هو يعني عبارة عن مجموعة من الرزيفة يقوم بهذا الفن الله أكبر الله يواب من فضل خلاق كريم والشعب والقايد زعيم يرقى على هام القميم من نادر الشم الفطن صبيان يا كبار الشم الفن العازي فن تراثي قديم الودد اساسا مش شرط عندنا في دولة الامارات او في دول الخليج لكن نحن وجدنا عمي عبيد شاعر وصاحب عازي يعني من تحت كان يعني حافظ حتى بعض قصائد من أجداده فمعناته فن العازي كان من قديم مش من حديث في البلد لأن عمي عبيد يحفظ واحدة من قصائد شبابنا شباب ما لحقنا عليهم يعني جيل الستينات ما لحقنا عليهم فهو كان حافظ من قصائده أبو سعود لو بنتكلم عن شايب عبيد تقريبا عمره كم قربت من 10 و20 والحين هو ذلك الفراش الله يعطيك يعني لو كان قبل 5 و6 سنوات كان الروح يعزف نعم اللي قبل 5 سنوات يعني كانوا الناس في العراسات في المناسبات من يقولون له على جميل تهتم حول الشخص اللي يعددون بأثار العازي الناس يلتفون حوله ويتجولون معاه والناس البقية مشاهدين ومن برا وهو المجموعة اللي عنده ويتحرك ويبدأ يعزف ويمشي ويوقف يقول له كلمة سلمت ويظل يكمل باقي قصيدته ودائما قصايد المرضوعة العظيمة فيها وهذه بعض القصايد تمشي معاه كعازف يعني هو في البداية لا هو يقول يواب الله يواب ويبدأ قصيدته المقطع الأول اللي يوقف فيه يقولوا له سلم ويظل يكمل يوم يخلص الأبيات تلاقي الأبيات يقول صبيان يا كبار الشيم وهم يقولون وياه يواب يظلون اللي ورا يقولون إيه يبدونها بصوت طويل إيه عشان هو ياخذ نفس ويبدأ هو من جديد يقول كلمة يواب هو يبدأها هذا لكن يبدون يقولون إيه ما يقولون بس إيه لا يواب
بس هم يقولون عشان شو؟ عشان الشخص اللي يؤدي صار له اهتمام من قبل الأشخاص ومن قبل الجهات والمؤسسات. فالحمد لله يعني نحن نشوف حتى في العراس الحين قاموا يطلبون العازي، ومرات يعني حتى لو ما يعني ما هم طالبين أنت تقدمه. المسلمين كبر الله. اللي عرفنا واللي وصلنا أن الشعر الإماراتي النسائي ضارب في العمق، في عمق التاريخ، إرث نحن نفتخر به. وصلنا بعض الشعر النسائي عن طريق الرواة أو السرد. بالنسبة للعازي، العازي ما اختصت به المرأة، لأنه هو كان يعني لشحذ الهمم، كان في مناسبات مثل الأعراس، أو مثلا كأنواع من جمع الأفراد أو القبائل تحت مثلا تجمع واحد. فبما أنه هو يعني هذه وسيلته أو هذا هدفه، لابد أن كانوا الرجال هم اللي يختصون فيه، لذلك ما دخلت المرأة في فن العازي، يعني ما تناولته في قصيدها، مع أن بعض الحريم كانوا يشلون، يعني عندها نشلات جميلة، لكنها بالنسبة للعازي اقتصر على الرجال فقط، لأنه يناسب ظروف حياتهم. شيء جميل يعني للناس تعتز فيه، أنه قديما كان يعني الناس بهالثقافة بهالعلم اللي كان عندهم ما شاء الله، يعني بيتطور وينحفظ على كل الأجيال، يعني لا بد أن ينحفظ هالشيء. رب الندامة نامسين، لجن الوطن متجندين، حاول عليهم شام خير، غنى لهم صاف الوجن صبيان كبار. يواب الله يواب، نوفي على شان البلد، نحنا ذراها والعمد، ما مات من خلف ولد، والسلم جراه السهل صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، انصد عن درب الملام، نهار ما حق المشام، ما نختفي خلف الكلام، للقول وسدنا فعل صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، سلام يا رجال الوطن. يواب الله يواب، خذهم على اليمنى وشوم، أنصار للأرواح سوم، ما ردهم غير الخشوم.